عقد في فرع دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي ملتقى البعث حول أهمية المشروع الوطني للإصلاح الإداري. انطلاقاً من أهمية المشروع الوطني للإصلاح الإداري، أقيم في قاعة 7 نيسان بفرع حزب البعث العربي الاشتراكي في دمشق ملتقى البعث للحوار، حيث أكد المشاركون على ضرورة توصيف الواقع بالشكل الأمثل والاستفادة من تجارب الآخرين في عملية الإصلاح وأهمية التشاركية والعمل كفريق واحد للنهوض بسوريا وإعادة بنائها. أصبح الإصلاح الإداري ضرورة ملحة وحاجة، خاصة على ضوء الواقع مؤسساتنا الحزبية والرسمية والحكومية، وهو هاجس لكل الدول التي تسعى لتحقيق التقدم وتسعى لتأمين خدمة أرقى للمواطن، وهذا أمر يستدعي وجود تشريعات خاصة بمعالجة الترهل الإداري وضياع الإمكانيات المادية والكوادر البشرية. طبعاً لأنه المشروع الإصلاح الإداري في جوهره وحقيقة هو مشروع فكري، هو مشروع معرفي. لا يمكن لأحد أن يسير باتجاه مشروع الإصلاح الإداري ما لم يكن مؤمناً أصلاً بمفاهيم ومفردات هذا المشروع وملم ومحيط فيها، يعني ليس فقط متداول لهذه المفردات بل مؤمن ويعرف بهذه المفردات، كيف يتعامل معها، كيف يوظف المفاهيم والأدوات بمكان الصحيح. ولذلك حقيقة هو مشروع يؤسس إلى ثقافة مجتمع بالكامل تحضن هذا المشروع وتساهم في بنائه، لأن المشروع الإصلاح الإداري ليس مشروع يختص فقط بجهة معينة، بوزارة معينة أو بهيئة معينة أو بفئة معينة، هو مشروع وطني يعني بكل فئات المجتمع السوري. حدثت اليوم في ملتقى البعث حول المشروع الوطني الذي أطلقه السيد الرئيس حول الإصلاح الإداري وحيثيات هذا المشروع ومرتكزات ومتطلبات هذا المشروع، وأشرت بشكل واضح من موقعي كمتخصص في القانون الإداري إلى ضرورة تعديل وتحديث التشريعات التي تقف عائقا في هذا المجال، مجال الإصلاح، وتحدثت أيضا عن الاستعانة بإعادة اختراع العمل الحكومي من خلال تبني مشروع الإدارة الإلكترونية، كما تحدثت أيضا عن موضوع غاية في الأهمية هو إعداد الموارد البشرية وإدارة هذه الموارد بشكل دقيق سليم وفق المعطيات التي تفرضها التطورات التي تحدث على مستوى العالم، لا أن نقتصر على تجربتنا المحلية بينما بل أيضا أن نتطلع كيف هي تجربة الآخرين من الدول التي وصلت إلى مصاف الدول الراقية والمتقدمة. طبعا خبراتنا الوطنية التي راهنت عليها وصمود شعبنا وإرادة شعبنا راهنت عليها أنه فعلا نحن نملك نقطة قوة في هذه العملية، لكن نحتاج إلى فعلا أن يكون الصف واحد وموحد لأن أن تغيب الأنا وأن يكون هناك تضافر وتضامن وتكافل في المسؤولية في من أجل إنجاح هذا البرنامج. عرضنا لأهم الرؤى حول مشروع الإصلاح الإداري، عرضنا لجوانب مشروع الإصلاح الإداري، الاستراتيجيات الموجودة فيها، برامجه ومراحله، متى سيبدأ متى سينتهي، طبعا ضمن اعتبار أنه مشروع الإصلاح الإداري في سوريا هو مشروع فكري ثقافي بالتحديد، يعني بتغيير النهج بشكل عام، تغيير الفكر، تغيير الإدارة، تغيير الأيديولوجيا الفكرية بعملية الإصلاح عنا. كمان تحدثنا عن أنه لماذا طرح مشروع الإصلاح الإداري اليوم في هذه الظروف بالذات، هل هو مناسب أو غير مناسب؟ طبعا مناسب جدا، خاصة مع الاستقرار الأمني والاستقرار السياسي الموجود. أكد الحاضرون على أهمية تشخيص المشكلات التي تعاني منها الوزارات والمؤسسات وإعادة النظر في الآليات والأدوات التي يعمل بها القطاع العام، إضافة إلى إعادة النظر بالأنظمة والقوانين التي قد تعرقل تنفيذ هذا المشروع. محافظ دير الزور يتفقد فرع شركة المحروقات دير الزور للاطلاع على جاهزية وحدة تعبئة الغاز ومحطة الوقود والمستودعات الهوائية. زار محافظ دير الزور محمد إبراهيم سمرة وأمين فرع حزب البعث ساهر السكر فرع شركة محروقات دير الزور، تفقد جاهزية وحدة تعبئة الغاز ومحطة الوقود والمستودعات الهوائية استعداداً لمرحلة ما بعد فك الحصار التي أصبحت قريبة بفضل انتصارات الجيش العربي السوري. وأكد المحافظ أن العمل يجري لتجهيز جميع المرافق الحيوية والخدمية في المحافظة استعداداً لمرحلة ما بعد فك حصار المدينة، حيث يتقدم أبطال الجيش بخطوات متسارعة لفك الطوق الذي يفرضه تنظيم داعش الإرهابي على المدينة. فرع محروقات دير الزور كبقية المشروعات الأخرى تعرضت للتخريب والضرب بقذائف المجموعات الإرهابية المسلحة، تجهيز من خلال خطة الجاهزية ومتابعة الوضع لما
ما بعد الحصار بإذن الله كما لاحظتم. فالمعمل أصبح جاهز بالنسبة لمعمل عندنا، معملين، معمل قديم ومعمل حديث. المعمل الحديث طاقته بكل ساعة حوالي 1000 صواند غاز، والمعمل القديم أيضا حوالي من 700 إلى 800، يعني كل ساعة قادرين ننتج نحن حوالي 1800 صواند غاز. نقوم باستطلاع كافة المنشآت التي تعرضت للتخريب لكي ننطلق بها ونعيد تأهيلها بالسرعة القصوى، ويحدون الأمل بذلك بسبب كثرة انتصارات الجيش العربي السوري البطل الذي يحققها على ساحة الوطن. لذلك نقول شعبنا مصر على أنه يقف وراء هذا الجيش البطل وهو جاهز للانطلاق بمسيرة إعادة أعمار. وطلع المحافظ على عمليات التجهيز في وحدة تعبئة الغاز والكازية ومستودعات الوقود الهوائية التي تعرضت العام الماضي لاعتداء سافر من طيران ما يسمى بالتحالف الدولي. بدوره أشار مدير فرع محروقات وسيم جعيلة إلى أن ورشات الفرع قامت بإعادة تأهيل وحدة تعبئة الغاز بخطيه القديم بطاقة إنتاجية نحو 700 أسطوانة غاز، والجديد بطاقة 1000 أسطوانة، وهي جاهزة حاليا للإنتاج في حال توافر الغاز. بادرت ورشات الصيانة التابعة لفرع المحروقات منذ شهر تقريبا بإعادة صيانة معمل تعبئة أسطوانات الغاز، معملين، المعمل الحديث والمعمل القديم، الذي تنتج طاقة تقريبا 1800 أسطوانة غاز في الساعة الواحدة. نعم طبعا كان في تخريب، كان في بعض القطع التالفة وكذا، حاولنا بما يتوفر لدينا من إمكانيات بسيطة بإعادة تأهيل. والشباب ورشة صيانة ما شاء الله عليهم ما قصروا أبدا، واصلوا العمل ليل نهار. وأضاف الجعيلة إلى أن الفرع جهز محطة المحروقات التابعة للفرع وباقي المحطات الموجودة ضمن المناطق الآمنة بهدف تخزين المحروقات بعد أن قام طيران ما يسمى التحالف الدولي بالاعتداء على خزانات الوقود الهوائية التي تتسع لنحو 9 ملايين لتر العام الماضي. محافظ حمص يقوم بزيارة تفقدية إلى قرية العقيربية بريف القصير بهدف الاطلاع على الواقع الخدمي في المنطقة مع زيادة عودة الأهالي للقرية. بهدف تحسين الواقع الخدمي في ريف حمص ومع زيادة عودة الأهالي للقرية، قام محافظ حمص طلال البرازي بزيارة إلى قرية العقيربية بريف القصير، يرافقه عدد من مدراء المؤسسات الحكومية بالمحافظة. هذه الجولة تأتي في إطار المتابعة الدورية للمنطقة، هناك مشاريع قيد التنفيذ وهناك مشاريع بحاجة إلى اعتمادات للمرحلة القادمة. أيضا لمسنا وجود بعض المناطق التي هي بحاجة إلى أعمال صيانة وترميم وتحسين في واقع خدمات الكهرباء والمياه. تم دراسة هذه المواقع وبالتنسيق مع البلديات والوحدات الإدارية في المنطقة سيتم استكمال الخطة خلال الفترة القادمة. بعد تحرير مدينة القصير قمنا بالكشف على الجسر، تبين معنا أن الركيزة الطرفية الشرقية اللي من الجانب الشرقي للنهر تعرضت لعمل إرهابي كبير، مما أدى إلى خروج الجسر بشكل جزئي من الاستثمار. كلفنا الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية بالكشف على الجسر وإعداد دراسي كامل لإعادة صيانته. تمت الدراسة، وحاليا قمنا بالتعاقد مع المؤسسة العامة للإسكان العسكري فرع واحد لإجراء الصيانة لهذا الجسر بقيمة مالية 66 مليون. اليوم بزيارة مع السيد محافظ حمص، هناك إنشاء مركز مشروع جديد في المنطقة، إنشاء مركز تحويل جديد لتحسين الواقع الكهربائي في قرية العقربية. طبعا الشركة أنجزت العديد من مشاريع في هذه المنطقة لتحسين الواقع. لا نحن غايتنا تطوير الخدمة الصحية، لحن نعمل جهدنا أن نقدم جهاز إيكو للمركز بغاية تدمير، اعتبار فيه طبيبين نسائي موجودين عم يطالبوا وجود مناوبة ليلية. لا، المناوبات الليلية موضوعها شوي فيها صعوبة، لأنه بدك كادر طبي أكثر من هيك، كادر فني أكثر من هيك، وهذا الكادر ما بجيبه من برات المنطقة، بدنا إياه من نفس المنطقة. المركز بيقدم خدمات كبيرة للمواطنين، عدد المرضى بيتجاوز 300 مراجعة خلال الشهر، في خدمات للأسنان، مركز للقاحات، مركز لمعالجة المرضى وتأمين الأدوية للمواطنين كلهم.
الجولة التفقدية شملت الاطلاع على بدء أعمال تأهيل جسر النبي مندو الذي تعرض للتخريب، وتم رصد مبلغ 66 مليون لتنفيذ أعمال تأهيله وعودته للخدمة لأهميته في تقديم المواطنين بعدة قرى. كما تفقد المحافظ المركز الصحي بقرية البويضة موجها بضرورة تلافي كل حالات النقص بالمركز، كما واطلع على أعمال تركيب مركز تحويل بقرية العقيربية والذي سيكون له دور إيجابي بتحسين واقع الشبكة الكهربائية بالقرية خلال الفترة القادمة. المحافظ وخلال لقائه الأهالي أوضح أن التوجيهات الحكومية لتحسين واقع كل المناطق والقرى خاصة التي عاد إليها الأمان بالسنوات السابقة، وأنه سيتم خلال الشهرين القادمين متابعة كل القضايا والمشاكل التي طرحت. جولات خدمية مستمرة ومتابعات لمعالجة كل المشاكل الخدمية بمختلف المناطق للعمل على تحسينها لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وفق الإمكانيات المتاحة. أمين فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي فاضل نجار يستقبل وفد رجال الأعمال السوريين المغتربين في الكويت وألمانيا، والذي يقوم بجولة على المحافظات السورية. استقبل أمين فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي فاضل نجار وفد رجال الأعمال السوريين المغتربين في الكويت وألمانيا، الذي يزور حلب لبحث آفاق إقامة مشاريع استثمارية والمساهمة في عملية البناء والأعمار. نحن بنقول انه حلب انتصرت على الارهاب والارهابيين ودحرتهم من كل الاحياء الشرقيه ومن ايضا من الريف الشرقي لمدينه حلب، وبدات اعاده اعمار ما تخرب بفعل الارهاب والارهابيين. ولا شك ان هناك دور مهم للسوريين متواجدين في المغترب سواء في دول الخليج او في اوروبا، وهذه الزياره تاتي في هذا الاطار. شوف في حلب اصرار الشعب على الحياه مثل كل الشعب السوري، بس يتميز عن شعوب العالم انه لا نحن باقيين. لي شرف كبير انه ازور هالمدينه العريقه لحتى اشارك اهلها بهالانتصار الكبير، لانه هذا نصر لنا للخط المقاوم. نحن بنعتز برئيس البلاد، بجيش البلاد، وبمقاومتنا بالمقاومة اللي احنا من رحم هالمقاومة من جنوب لبنان. من هني أهل حلب ومن أهل من هني أهل سوريا جميعا بهذا الانتصار. جايين لحلب من أبناء سوريا مقيمين بالخارج، جينا طبعا كنا في جولة من أكثر محافظة، واليوم توجهنا لحلب الصمود، حلب القلعة الصمود. اليوم نشوف شو في إمكانية المساهمة في مشاريع إعادة الإعمار وتكون جزء كبير منها لأسر أبناء الشهداء ودعم المشاريع الصغيرة. فاليوم نوجه رسالة كمان حتى اليوم من أرض حلب لرجال الأعمال من أهالي حلب ومن كافة السوريين التوجه إلى حلب، لأنه حاليا أرض خصبة وفيها كثير من المشاريع اللي ممكن تساهم في إعادة الأعمار. الانتصار في حلب كان مرحلة مفصلية من مراحل الحرب على سوريا، ويكفي أن سيادة الرئيس بشار الأسد أطلق على حلب لقب ستالينغراد، وستالينغراد كلنا يعلم أنها كانت إذان بنهاية الحرب العالمية الثانية، وما شهدته سوريا هي حرب كونية عالمية بكل المقاييس. أشجع كل إنسان سوري يرجع يعود لوطنه ويفكر أنه يستثمر، لأنه سوريا بحاجة لكل إنسان وطني سوري يعود ويستثمر فيها. أعضاء الوفد من المغتربين أكدوا على رغبتهم في المساهمة في مشاريع إعادة الأعمار وتوظيف استثماراتهم في الوطن، خصوصا بعد الانتصارات الكبيرة التي يحرزها الجيش السوري في مختلف الجبهات. محافظ اللاذقية إبراهيم السالم يقوم بجولة تفقدية شملت عدة آبار في منطقة جبلة. قام محافظ اللاذقية إبراهيم السالم بجولة تفقدية شملت عدة آبار في منطقة جبلة تم تجهيزها خلال الأيام الماضية لتكون رافدا للمياه الواردة من السن إلى منطقة جبلة، حيث تم تشغيل ثلاث منها في عقدة جبلة بحجم ضخ 150 مكعب في الساعة، فيما سيتم ضخ المياه منها إلى خزان أعيد تأهيله بحجم تخزيني يصل إلى 300 متر مكعب. جولتنا اليوم تضمنت جولة على الآبار التي وعدنا بها خلال الأيام الماضية بتجهيزها لتكون رافد للمياه الواردة من السن في
جبلي، لذلك تم اليوم تشغيل 3 آبار بحجم ضخ 150 متر مكعب بالساعة، وهذه الآبار يتم ضخ المياه منها إلى خزان توقف منذ فترة طويلة بحجم تخزين 300 متر مكعب، تم إعادة تأهيله وتم تأمين الساحات الموجودة. أيضا تم المتابعة في هذا المجال بما يخص بئرين وأيضا نبع بنفس المنطقة سيتم دراستهم وإعادة تأهيلهم خلال الأيام القادمة. تم التنسيق بين مديرية الموارد المائية ومؤسس العام لمياه الشرب، تم تأهيل كبداية 3 آبار على عقدة جبلة، طاقة الإنتاجية 150 متر مكعب بالساعة، وسوف يتم ضخها إلى خزان الفوار ومن ثم إلى مدينة جبلة. نحن حاليا في موقع سد السربيون. سد السربيون تم بالتعاون بين منظمة إكساد المركز العربي لدراسة المناطق الجافة والأراضي القاحلة، بالتعاون مع السيد المدير العام الدكتور رفيق علي صالح، تم الاتفاق بين وزارة الزراعة والمنظمة على أن تقوم المنظمة بتمويل قيمة المحروقات والزيون لتنفيذ هذا السد، ووزارة الزراعة قامت في تقديم كافة الآليات اللازمة. هذه السد استغرقت ساعات عمل 2500 ساعة عمل على الآليات الثقيلة، وكانت تكلفة حوالي 20 مليون من الزيوت ومحروقات. السعة التخزينية لهذه السد بين 45 و 50 ألف متر مكعب. يستفيد من هذه السد حسب الدراسات الإحصائية حوالي 2500 دنم سيتم ريها بالزراعات الصيفية، وبالتالي ستحسن والأشجار المثمرة ستحسن واقع إنتاج المحاصيل في هذه المنطقة. السالم نوه بمتابعة موضوع المياه في آبار كفر دبيل والخزانات قيد الإنشاء والتي سيتم الانتهاء منها خلال هذا العام، حيث توضع هذه الآبار في الخدمة بالتسلسل في ظل وجود 3 خزانات حجم كل خزان 1000 مكعب ستروي قرى ناحية حرف لمساترة. جمعية الجولان الخيرية في السويداء تقيم حفلا تضامنيا مع أهالي الجولان المحتل. جمعية أبناء الجولان الخيرية بالتعاون مع مديرية الثقافة أقامت حفلا فنيا تضامنا مع أهالي الجولان المحتل ورفضهم لقرار كيان العدو إجراء انتخابات مجالس محلية. بعبروا من خلال هذه الوقفة عن صمود وثبات وتمسك بهويتهم العربية السورية، تمسك بانتمائهم لوطنهم الأم سوريا، رفضا لكل قرارات كيان الاحتلال ومحاولاته لتهويد أرض الجولان أو سلخ الجولان عن وطن الأم سوريا. هذه الفعالية اليوم هي مهداة لأهلنا بجولان السوري الحبيب بمناسبة الوقفة اللي قاموا فيها أهلنا برفض انتخابات او قرار بفرض انتخابات المجالس المحليه بالجولان السوري، وهذا بنعده نحن بدايه لفرض الجنسيه، واكيد راح تكون ساقطه حكما مثل ما سقطت ب 82 بفتره الاضراب الكبير. خلال الحفل القيت عده كلمات اكدت الوقوف مع الجولان المحتل بوجه كل المخططات الراميه لتهويده، بالاضافه الى تكريم المشاركين في الحفل واصحاب الايادي البيضاء. نحن نعتبر دائما الجولان هو قلب سوريا، والمطلوب دائما الوقوف بجنب شعبنا الصامد بالجولان سابقا واليوم والمستقبل. جبل العرب لن يتجزأ عن سوريا الأم، وخاصة أرضنا وشعبنا الحبيب بالجولان. نحن واقفين وقفة تضامنية، وقفة أخوية، وقفة أهلية مع أهلنا في الجولان، لأن الجولان العربي السوري لا يمكن للاحتلال الإسرائيلي أن يمحو هذا التاريخ، لأنه قطعة من سوريا. لذلك حاولنا من خلال المسرح أن نؤكد من خلال الكلمة ومن خلال الرقصة ومن خلال الفن أن الجولان العربي السوري هو جزء من سوريا، وإن شاء الله في القريب العاجل سوف يكون في حضن الوطن. نوجه التحية لأهلنا بالجولان وصمودهم وكبريائهم، وإني أهل التصدي وأهل الصمود. كما قام أحد أبناء الجولان المحتل بتوجيه كلمة شكر لسوريا ولمواقفها المشرفة، مشيدا بصمود وتضحيات وبطولات الجيش العربي السوري بوجه هذه الحرب الكونية، مؤكدا وقوف أبناء الجولان المحتل مع وطنهم الأم ورفضهم لكل مشاريع التهويد وعدم تنازلهم عن الهوية السورية مهما بلغت التضحيات.